الثالثة رحمة الله عليه، هذه اللي ما أنساها له، قبل 4 سنوات أو 3 سنوات بالضبط. نعم. صحت بتركيا مريض. نعم. سمع أني أنا مريض، طحت بتركيا. يتصل في وزير الصحة. يتصل بالخارجية. محمد أبي يرجع لي يمشي على ريوله. أنا ما أدري شو السالفة، وأنا هناك يعني السفير تركيا قال لي عمي ترى تحت أمرك، حنا اللي تبي اللي ما أدري، ودخلوني من أحسن المستشفيات الكبيرة، يعني شيء غير طبيعي. هذا دليل إن أبونا، أنا لما قلت لك في أول الكلام صحيح. انكسرت يدينا اليمين، انكسرت يدينا اليمين. نعم. والله إن شاء الله يعوضها. اللهم آمين. والله إن شاء الله يعوضها. آمين. في وفيصل. إن شاء الله. إن شاء الله آمين. ما هي غريبة هذه الإنسانية من الأمير راح رحمة الله عليه، ومثل ما تفضلت هذه الذكريات وهذا الأثر الجميل اللي تركه لشعبه وفي شعبه، هذا شيء لن يتكرر ولن ننساه. شكرا لك ضيفنا العزيز الفنان محمد جابر على هذه المداخلة وعلى هذه الذكريات الجميلة.